السلام عليكم. طبقا لإحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف، تعلم مصالح أمن ولاية شلف أن مصالحها بفرقة مكافحة الجريمة الكبرى أوقفت كل من المدعو سين عين 35 سنة والمدعو زين صاد 30 سنة المشتبه فيهما تورط في قضايا السرقة والنصب بطريقة احتيالية. عليه توجه مصالح أمن ولاية شلف نداء لكل شخص قد يكون وقع ضحية السارق في الذكر التقرب إلى فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بأمن ولاية شلف لتقديم شكوى أو إدلاء بشهادة أو تقديم معلومات في قضية الحال. والسلام عليكم.